دعم صحة المرأة المصرية. احنا عندنا في دمياط 77 فرقة، 40 فرقة في مركز دمياط، و 37 فرقة في مركز دمياط، و 40 فرقة في المراكز. احنا في المبادرة دي بنستهدف ثلاث فئات، الفئة الأولانية من 18 سنة ل 25، والفئة الثانية من 25 سنة ل 35، والفرقة الثالثة من فوق ال 35. المفروض الفرقة اللي هي المرحلة اللي هي من 18 ل 25 دي عبارة عن توعية بس بأضرار سرطان الثدي، وإزاي الكشف المبكر، وإزاي الستة تقدر تكشف على نفسها. من 25 ل 35 بنعمل برضه التوعية، بس لو في حالات محتمل إنها يكون عندها حاجة من الهيستوري بتاعها، من الحالات الوراثية، لو عندها أي أعراض بنحجز معاها الاختبارات. من 35 المفروض بنعمل اختبار إجباري. والحالات دي كل احنا في طبعا ايباد وكل الوحدات الصحيه بنسجل كل الداتا عن كل مريض، وناخد منه برضه بنتعامل معاه في الامراض السريه زي السكر زي الضغط زي الوزن زي السمنه، بنديهم برضه توعيه في السمنه وازاي يقللوا وزنهم وازاي يعملوا رياضه. ان شاء الله تبقى مبادره ناجحه، واحنا بنحيي سياده الرئيس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اليوم الثاني في الوجبه الاساسيه لدعم صحه المراه المصريه، واللي بتستهدف جميع السيدات من سن 18 سنه وفوق. بنعمل كشف مبكر لاورام الثدي، وكشف مبكر عن الامراض الغير ساريه، الضغط والسكر والسمنه، بالاضافه طبعا لخدمات الصحه الانجابيه. امبارح معايا كان اول يوم، وشهد اقبال كبير جدا على جميع مدارس تعليم الخدمه في المبادره اللي عددها 77 منفذ على مستوى جميع قرى المحافظه الكبيره. بنناشد جميع السيدات كمان انها تتواجد معانا وتيجي تكشف في المبادره الرئاسيه اللي بتستمر في شهر يوليو واغسطس. والحقيقه عشان كمان تتسجل على البرنامج بتاع المبادره، وهيبقى في متابعات الاشعاعات والعلاج في مراكز الامراض اذا لا قدر الله حصل اي حاجه. هو في بص يا صاحبي انا